استقبلت العائلات الجزائرية عيد الفطر هذه السنة في أجواء مميزة تخلو من التباعد الجسدي وتتخللها تبادل تهاني العيد وزيارة الأقارب، على عكس السنة الماضية بعد انخفاض عدد الإصابة بفيروس كورونا. هاجر بوعلي رصدت التالي. العيد يروحوا الرجال يصليو، حنا نقعدوا في الدار نوجدوا قهوه هنا ويجيو نتلموا نشربوا قهوه كيف كيف، ومن بعد نوضوا نديروا الفطور. شنو هو الطبق تاعكم تاع الفطور؟ نديروا فطور طعام باللحم، نديروا حلوه الطابع هي المشهور، يعني هي الطابق تاعنا الرئيس. من بعدها عاودين بقلاوه. فادي اسمهم هنا الصباح على كل حال، نوض الصباح نروحوا ديك للجامع، ومن بعد كي نجيو للجامع يسمى نوليو للدار، يسمى حنا للدار نشربوا قهوه ونبقاو يعني هكذا نهضروا مقصرين تما في الدار مع الحلاوه والذراري. العام الاول ما كان واحد ما يروح واحد ما يتمشى مع كورولا هذه، ان شاء الله نطلبوا ربي يترفد هذه جا السنه، راه الحمد لله ما كانش ديما سركنا، والناس هي تروح تمشي تعيد على بعضها في الجامع نتغافل والنورمال، يعني ما كانش التباعد هذاك ما كانش الاخر. كما يقول لك صمنا واحد خاتمه الصيام، هذه هي العيد. ديفيرونس كبيره، فرق كبير بين العام اللي فات والعام هذا. العام سناك تشوفي كي تغافرنا كذا الجيران الاحباب الاصحاب لاباس خير من الحمد لله، هذه هي النعمه تاع نعمه الله كما يقول لك الامن، هذه هي. عيدك مبارك لكل الشعب الجزائري من بعيد من قريب، وصح عيدكم. زياره القارب دوزيام جور، شكون علاش واحد بالك تعب تاع رمضان الصهره تاع العيد كذا، ولي تجي مرحبا به، هي من الاحسن دوزيام جور، شكون الناس واحد بشغل.